بديل. نعم طبيعي جدا ان تكون خمس دقائق لانه التغييرات كانت كثيره وكثيره جدا، والعلامه الكامله بشكل عام للمنتخب الوطني من ناحيه النتيجه، من ناحيه الذكاء في تسيير اللعب، وايضا يونس من ناحيه تطبيق التعليمات. تحس انه اللاعبين عندهم برنامج معين طبق في هذه الكره او في هذه المباراه. المدخلين على المشروع هذا هو المشروع تاع المنتخب الوطني، الناخب الوطني يحضر المباراه تاعه ويفكر في المباراة الأولى حسن، مباراة مهمة مباراة بلجيكا، مشروع وخاصة طريقة اللعب اللي راهو يخمم باش يطبقها في المباراة الأولى. فاروق حواسنية الحكم الرابع للمباراة يشير إلى الدقائق الخمسة التي ستضاف كوقت بديل. هل تكون كافية لمنتخب سلوفينيا لإعادة شيء من إمكانياته في هذه المباراة؟ قدير يبدا ما يتسرعش يضيع الكره، لاعب بن طالب لما يسترجع الكره يستنى خاصه اللاعبين يجيبوا المسانده على الجهه اليمنى ويجيبوا المسانده على الجهه اليسرى ثم يوزع الكره. تشوف اللاعب اللي يكسب الخبره ديالو، الخبره وثقه في اللاعب كيفاش يتنقل من الجهه اليمنى للجهه اليسرى باش يبني اللعب. هذا هو اللاعب اللي يجي من وراه، كنا تكلمنا على اللاعب اللي يلعب في الاسترجاع في لا ريكوبيراسيون، اليوم يبني اللعب في الامام لما يسترجعها يحوس كيفاش يمد كرات نقول انا في الوقت المناسب. ويمكن القول ايضا يونس انه الامتحان مر بسلام، وامتحان نقدر نقول العلامه كامله، ونقدر نقول امتحان مفيد جدا ما دام انه المنتخب الوطني حقق نتيجه ايجابيه هدفين مقابل صفر، ما دام انه طبق طريقه معينه في اللعب، وما دام انه يخرج دون اصابات وبدون مشاكل. هذا يعني انه الامور سارت كما كنا نتمنى جميعا. كنا نتمناه يكون اداء فوق الميدان، واليوم الحمد لله الاداء شفناه مقبول جدا، مقبول ولو انه موش مقياس منتخب سلوفينيا اليوم، لكن لا على العموم مقبول جدا. منتخب اوروبي احترافيين فعلا. اليوم هذه مباراة ودية، كاين الاسم تاع سلوفيني، اسم سلوفينيا، اسم لاعبيه، اسم لاعبيه. يعني لما نشوف لاعبين في الانتر، في ريو افيف، كيفو فيرونا، في اس في اندوفان، في شتوتغارت، في سارسبورغ النمساوي، في ميلون اسي، في يعني فيورنتينا ايضا، يعني ماهوش شي قليل. لاعبين كبار في اوروبا. نولي للمنتخب الوطني، كنا تكلمنا بلي كنا نتمناو نشوفوا الاداء، اليوم الاداء اللي شفناه خاصة اليوم النتيجة، خاصة لما الناخب الوطني اللاعبين يروحوا بثقة كبيرة، معنويات مرتفعة، تحضير المباراة، ولما تحضر انت المباراة الثانية والمباراة الثالثة بمعنويات مرتفعة، المباراة الأولى مع بلجيكا تدخل بقوة، تدخل بمعنويات مرتفعة، وقادر المنتخب الجزائري يقول انا يولي بنتيجه ايجابيه في المباراه. وممكن جدا ان المنتخب الوطني يقول كلمته في المونديال، له من الامكانيات ما يؤهل لتحقيق الافضل ويشرف الالوان الوطنيه، ولكن حذاري من هذه الكره التي يصدها القائم الايسر لزيماموش. شوف الصوره مسعود تورينا بلي اكثر من 10 لاعبين لما المنتخب شيء ايجابي، هذا هي الكره الحديثه. لما تضيع الكره كل اللاعبين يولوا باش يسترجع الكره. 10 لاعبين موجودين في منطقه، هذا هو الشيء الايجابي. لا ريكونفيرسيون من الدفاع الى الهجوم ومن الهجوم الى الدفاع، هذه هي اللي تتطلب اليوم في مسانده في مساعده. كنا نتكلموا على الجانب التكتيكي، لما تكون عندك الكرة ولما تضيع الكرة، لما تضيع الكرة لازم تحوس تسترجع الكرة في الوقت المناسب في الدفاع أم في الهجوم. فعلا، وهو بين الأشياء اللي وقفنا عليها في مباراة اليوم. كرة صالح المنتخب الوطني، حسن يبدع يبحث عن المراوغة، فيه خطأ لكنها حكم يعطي مبدأ مواصلة اللعب ما دام أن الكرة بقات لعناصر المنتخب الوطني. ثم من هناك على الجهة اليسرى عن طريق زين الدين فرحان يراوغ فؤاد قدير، والآخر على الجهة اليسرى يوزع، وإندانوفيتش بصعوبة بهذه الكرة السريعة المرتدة من جانب منتخب سلوفينيا. تمريرة توصل من هناك لكن العودة موفقة أيضا من بدري نحسن، يغطي منطقته كما يجب في هذه الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل. المهاجمين الجزائريين يتحولوا من الدفاع الى من الهجوم الى الدفاع، ويغلقوا الاروقه وما يخلوش المساحات كبيره. لعب فرحات او لعب خطير،
الناحية التكتيكية العلامة الكاملة لعناصر المنتخب الوطني التي طبقت كما يقال التعليمات بحذافيرها. شوف استعادة الكرة وصعود جماعة من عناصر المنتخب الوطني تقريبا بخمسة لاعبين، لكن لسوء الحظ التمريرة لم تكن ذكية. اللاعب جبور اللي كان يطلب الكرة، اللاعب يطلب الكرة واللاعب خدير اللي جا من الجهة اليمنى كان قادر اللاعب جبور هو اللي يطلب الكرة، شيء إيجابي اليوم للمنتخب الوطني. ونهاية المباراة بهدفين دون مقابل وسيلين أمكن في أسرع وقت ممكن، يعني الوقت لا يكفي ولا يسمح. مسعود نعم بجانب هلال سوداني بسرعة لو سمحتي وسيلة سوداني سجلت اليوم الهدف في هذا